أعتقد إنها مشكلة وعي وأيضا مشكلة إدمان وعادة اجتماعية كما ذكرنا سابقا. لا شك أن منظمة الصحة العالمية وغيرها يجزمون بأن من أبسط الأشياء التي يمكن أن تتخذ لتحسين الصحة العامة على مستوى المجتمعات والدول هو الامتناع عن التدخين، وهو أقل الوسائل من حيث التكلفة وأفضل النتائج من حيث الأمراض، يعني تقليل الأمراض، أمراض القلب، السرطانات، الجلطات الدماغية، يعني حالات الإجهاض، حالات أمراض الكلى، أمراض المثانة إلى آخره، كل هذه تقل بمجرد الامتناع عن التدخين، وبالتالي من حيث الجدوى الاقتصادية له مكافحة التدخين أو تشجيع الناس على الإقلاع عن التدخين أو تخفيض نسب المدخنين في أي بلد ينعكس انعكاس إيجابي على الصحة العامة، وينعكس أيضا انعكاس مادي في تخفيض التكلفة التي تتكبدها الدول لعلاج الأمراض الناتجة عن التدخين.